يلا طفيهم. سنة حلوة يا نفس، سنة حلوة يا نفس. يا حلوة حبيبتي انتي. شكرا. يلا قطع. طيب انبسطي بمشوارك بنتي. تسلمي لي ماما. طالعة حلوة كتير. شو بكي؟ نسيته. شو نسيتي؟ نسيت مفتاح السيارة أمي. أنا بجيبه. يسلم. نفس نفس بنتي حبيبتي. يمان 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 نفس أوكسوي 26 سنة عندها مشكلة خلقية بالقلب. يمان أرجن 30 سنة حاول يقتل حاله، نزف كتير من دمه، هو بحاجة لمتبرع بالدم ينقذ حياته. Ah!
رح شغل الجهاز. يلا خلينا نفك كل الحزام. اهدوا لساته عايش. يرجى من الطبيب كرم أورسوي التوجه إلى الإسعاف. أنسة نفيس؟ أنت ما بصير تقومي من تختك لو شو ما صار، شو جابك لهون؟ كل شوي بدي عدلك نفس الحكي؟ اللي صاير معك مانو شغلة بسيطة، وقلت لك ما لازم تتحركي من تختك، رجعي على غرفتك. لو سمحتي. لا كتير خلص لا تخافي علي، طلعي ما فيني شيء، أنت ما بتعرفي كم نوبة مثل هي صايرة معي من وقت ما خلقت لهلا. طيب إذا الدكتورة شافتك بوقتها أكيد رح تعصب وتزعل مني. ولا يهمك أنا بحاكي، أنت لا تخافي. مين الشاب اللي بهي الغرفة؟ أي غرفة؟ أول وحدة اللي بابها مفتوح. إيه شو بدك أحكي لك؟ هالشاب كتير زعلني على وضعه. إيه. عمره شي 30 سنة وللأسف حالته خطيرة. لو تشوفي شو بزعل. حالته صعبة؟ لا بصراحة هو ما نو مريض. إيه. بشي هو كان بده يموت حاله. إيه لحقوه بآخر لحظة. لا ما بصدق يا حرام. إيه أبصر ليش عمل هيك ما بعرف، عن جد زعلني. شو ما كان ما لازم يعمل هيك، شاب وعي عمره 30 سنة. معناته لازم أعرف شو قصته هلأ. كيف صرت؟ أنت كيف بتخاطر هيك بحياتك؟ شاب وواعي ومانك صغير، كيف بتعمل مثل هالشغلة وبتأذي حالك؟ شكلي ضايقتك مو هيك؟ لا تضايق حالك، أنا مو باقي لي بهالحياة كتير. أنت تطلع على حالك، شوف إيدك، عن جد شي بيزعل. يعني معقول تعمل بحالك هيك مجنون؟ كأنه ما تعرفنا؟ هاد مو موضوعنا. قبل ما أعرف ليش عملت هيك ما رح أطلع من هالغرفة، رح ضل قاعدة هون. يا ممرضة نادي قد ما بدك، ما حدا رح يرد. وهلا احكي لي ليش هيك ساويت؟ طلعي من غرفتي فورا. اسفة. هيك تربايتك انت؟ شبك عم حاكيك؟ شش طلع فيني حاكيني. دخلك شو هو الشيء العظيم اللي بيخليك تعمل بحالك هيك؟ أنا مو مصدقة إنه في شيء بالحياة بيستاهل تعمل هيك شغلة. احكي لي ليش هيك عملت؟ بس قلي كرمال شو عم تضحي بحياتك؟ صباح الخير. حضرتك لهلأ ما رحتي؟ طبعاً. مرحبا. بالمناسبة اسمي نفس وانت يمان مو هيك؟ انت مبارح نمت بكير وانا مليت لحالي كتير، قلت بشوف ملفك شوي وعرفت شو اسمك. طيب انا عم اسمع، يلا حكيلي.
قلت لك انه ما رح اتحرك من هون لاعرف ليش هيك عملت. يا بنت انا ما عندي اي شيء لاقوله، وبظن اللي صاير معي ما بيعنيكي. ايه يا مان، اللي عملته بحالك غلط كتير كبير صدقني. يا جماعه روق، بلكي اذا قلت لي انا بقدر ساعدك. يا ممرضه، او يمكن لاقي شي حدا بيقدر يساعدك. تفضلي شوفي، ما قلت لك هي هون يا مدام؟ بنتي وين رحتي انتي؟ شغلتي لي بالي. ليكني هون امي. خفت عليك كتير. طيب ماشي، حقك علي ماما، اسفه. ليكني هون شبري. بس ما بيصير. طيب امي خليني اعرفك على رفيقي الجديد يمان. امي امي يمان، امبارح قضينا كل الليل عم نحكي. امي لا تواخذينا، ما حسينا كيف مرق الوقت. انبسطت بمعرفتك ابني. انا اما لنفس. هلا خلينا نروح لانه لازم يرتاح. سلامتك. ليك رجعت لك ها؟ انا شرحت لكم شو وضعها من قبل. الاخبار ما انا منيحه، بنتكم حالتها ما بتطمن ابدا، وصلت للمرحله الاخيره من قصور القلب. للأسف وصلنا للشي اللي توقعنا، وبظن حكينا من قبل شو فينا نعمل بهاي المرحلة. بس هلأ ما ضل قدامنا إلا التنفيذ. قلي لي دكتورة، قديش ممكن؟ يعني ممكن تعيش لسنة. اهدي شوي. اسمعني يا يمان، انت لازمك جلسات دعم نفسي. ما في لزوم. بس يا استاذ يمان، هي الجلسات ضرورية وكتير مفيدة. كل اللي بدي اياه اني اطلع بسرعه من هون. انا برايي انه جرحك لسه لهلا ما طاب، انت لازم تبقى عنا هون. لا ما رح ضل هون، خرجني. رح ترجع تعيدها مره تانيه؟ انت ما سألتني ليش انا بالمشفى، ومع هيك انا رح جاوب. انا مهددة بالموت من اول ما خلقت، وعم حارب مشان ما اموت. وقل لك شغلة، مستحيل اني ضل عايشة بصراحة، ومع ذلك دائما عندي أمل. وقبل شوي
الدكتورة قالت لي إنه مو باقي لي وقت كتير. أنا هلأ عندي استعداد لأي شي كرمال تكون صحتي منيحة، يعني حتى أكون مكانك أنت. أنا كان عيد ميلادي مبارح، بظن هاي آخر سنة رح أحتفل بميلادي. أهلي بيحتفلوا بعيد ميلادي على إنه الأخير من لما كنت بالست سنين. أصلاً أكتر شي زعلانة مشانهم. تخيل أنت، من أول ما خلقت بنتهم وهن عايشين الخوف من إنهم يفقدوها بلحظة. أمي سمتني نفس كرمال هالشي، وأنا متأكدة إنه أمي عم تعد أنفاسي من وقت خلقت. أنا ما بعرف قصتك ولا بعرف شو الشي اللي وصلك لهون. شو ما كان هاد الشي ما ببرر لك غلطتك. ضمن هالمشفى في كتير عالم عم تحارب حتى تبقى عايشة، وانت هون لأنك حاولت تقتل حالك. تركيني بحالي. بنتي انتي شو اخذك لعنده؟ شو بدك بهالشغلة؟ امي انا حابة ساعده، شو الغلط بالموضوع؟ كل شيء له حدود بهالدنيا نفس. لسا نحن ما بنعرف عن الشاب اي شيء، بركي ما نو منيح. لو كان ممكن يأذي حدا ما كان جرب يموت حاله. وهذا شيء عادي؟ قصدي انه القصة غريبة كتير، مو هيك؟ لو شو ما صار معه كيف بيعمل هيك شغلة؟ انا كرمال افهم هالشي حابة اني روح شوفه، بدي اعرف شو الشيء اللي بيخلي انسان يموت حاله. نحن شو دخلنا؟ شو بيهمنا هالموضوع؟ عن جد ما بيهمك هالموضوع؟ لا بنتي انتي. امي بلكي انا بقدر ساعده لهالشاب. طيب اسمعيني، كل ساعة بتتصلي فيني او على الاقل بتبعتي لي رسالة والا رح اجي لعندك. ليش بتعرفي العنوان؟ انتي رح تقليلي بتبعتي لي موقع. التكنولوجيا خربت حياتنا. خربت حياتنا، بدي العنوان لاني رح الحقك. حطيها طيب. ببالي. صباح الخير. شفت كيف بلاقيك؟ وأنا كمان فرحانة بشوفتك. يمان أنا رح أعرض عليك عرض بيعجبك، رح تفرح كتير بهالعرض. شو وين رايح؟ عن جد تركني وراح؟ هالإنسان مو طبيعي. أهلا وسهلا. بس اسمعني، عندي عرض كتير رح تفرح فيه صدقني. أوف شو هاد؟ أوف يمان، افتح شوي. مو طبيعي.
مفكرني رح امشي فانت غلطان. ما رح اتحرك من هون لحتى تجي وتفتح لي. هلا منشوف مين فينا اعند. استسلمت. وينو هاد؟ قديش بدي ضل استنى؟ شو بدي اعمل؟ صرت مجبورة هلا، مضطرة اني نط. شو بدي اعمل؟ ما بعرف أنا ليش كنت عم استنى. يمان، يمان، هاي أنا نفس. افتح، افتح لي. قديش عنيدة؟ افتح، أنا كتير خايفة، افتح لي. شكراً كتير. صباح الخير. تعي 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 يلا وقفوا شوي، رح ألعب معكم إذا بتريدوا. وقفوا وقفوا وقفوا. لك ليش خايفين؟ ما رح ضايقكم أبداً. وقفوا عن جد، ما رح ضايقكم أبداً. وقفوا وقفوا، بدي ألعب معكم، ما رح خوفكم، لا تخافوا. وقفوا 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 وقفوا. لك استنوا، لك ليش عم تهربوا؟ ليش عم تهربوا مني؟ انا ما رح اعملكم شيء. يلا قربوا، لا تخافوا مني، قربوا لا تخافوا. وقفوا دقيقه، شو بكم؟ لا تخافوا، انا بحبكم. تعالوا تعالوا. يمان شوي وبرجع لكم ومنكمل لعبنا. شو اللي جابك لعندي؟ حابة ابقى اسبوع هون. عن جد اسبوع؟ ايه بدي ضل عن جد. لا تعذبي حالك، ريحيني وامشي فورا. لا انا رح ضل هون. ليش بقى؟ فهميني. طيب حابه ابقى كم يوم، حابه ضل معك بهالاسبوع. بالقوه يعني؟ ايه اذا اضطريت.
أسبوع مو أكتر. مو معقول هالمكان قديشه بجنة مثل الأحلام. أنا بدي منك بس أسبوع مو أكتر، بس أسبوع، وطول هالأسبوع أنا رح أتصرف مثل ما بدك بالضبط، وبعدك ما رح أزعجك بأي شيء. بدي ورجيك إنه هالحياة حلوة وبتستاهل نعيشها، بس أنت عطيني هاي الفرصة، وإذا ما نجحت بهالشي بوعدك بوقتها رح روح من هون وما رح خليك تشوف وشي مرة تانية. أما إذا ما بدك توافق صدقني وقتها رح تندم على الساعة يلي عرفتني فيها، لأني رح ضل عندك مثل وكأني مصيبة بحياتك ما رح تطلع منها. شو هدفك من اللي عم تساويه؟ هاي قائمة باللي حابة أعمله قبل ما أموت، استوحيتها من فيلم. قائمة البطلة كانت بتناسبني ولهيك أخدتها نفسها. شوف، جربي تغيري حياة حدا، وأنا لهيك رح ضل عم حاول إني ساعدك، وإنت أكيد ما رح تقدر ترفض طلب صبية عم تودع الحياة. كتير غريب بيتك على فكرة، كل هاي الكتب قارية؟ ما تقلي ما رح تطعميني، شو قصتك انت؟ هيك بتعامل ضيفة ببيتك؟ آسفة ما انتبهت. ريحة الأكل كتير طيبة، يسلموا إيديك. أنا جوعانة كتير. أنا حاسستك إنسان طيب، لسه ما بتعرفيني مزبوط. حتى الكرسي عندك من كل شي واحد، هاي أسهل طريقة لتعبر فيها إنه ما في حدا موجود جنبك. على كل حال أنا جبت لك شاي، تفضل. ماشي، للأسف أنت مو مقدر النعمة اللي عايش فيها. طيب رح أشرح لك شغلة مهمة ببساطة. الإنسان مو دائماً بيقدر السعادة، لهيك القدر ما بيعطيها بسهولة. لازم نتعب مشانها، لازم ندور عليها بكل مكان لحتى نلاقيها. هيك الإنسان بيعرف قيمة هالسعادة، لما يتعب لحتى يلاقيها بوقتها رح تعني له بشكل أكبر بكتير. هيك الدنيا. المشكلة إنه الإنسان بيضل عم يدور عنا بعيد عن المكان الحقيقي، لأنه المكان الموجود فيه ما بيخطر على بالنا.
ناس بتقطع جبال لتلاقي سعادتها، وناس بتفكرها مدفونة بقلب شي محيط، والحقيقة السعادة قريبة كتير، أقرب من ما ممكن إنه حدا يتخيلها. بصراحة السعادة الحقيقية تبعنا جواتنا نحنا، وطبعاً الإنسان رح يدور كتير قبل ما يعرف إنه سعادته موجودة عنده. إذا حابب إنك تكون سعيد تطلع جواتك يا مان، بأكد لك إنه كل شي عم تدور عليه بهالدنيا هو جواتك. صباح الخير. بعتذر، أنا ما كان قصدي إني خوفك، سامحني إذا بتريد. ولا يهمك، أنا اللي بعتذر منك، بس ما شفتك. أنا نافس، رفيقة يمان. هيك لكان رفيقته. أعذريني يا أنسة، بس يمان ضيوفه كتير قليلين، لهيك استغربت لما شفتك هون. أول شي بلاها كلمة أنسة إذا بتريد عمي، وتاني شي يمان مو كتير سعيد بوجودي، فيني قلك إني ضيفة مو مرحب فيها. اسمي حمزة، أنا اللي بشتغله بالمزرعة. أهلين فيكي. تسلم، كلك ذوق. صباح الخير. إيه ما أحلاهن. يا ريت لو تعامل كل المخلوقات نفس الشي. كيف بقى نفس الشي؟ قصدي قلك لو تعامل البشر مثل الحصان. هاي المخلوقات غير البشر، ولا معنك شايفة فرق؟ لا، اللي انت. الحيوانات ما بتجبرني على اي شيء، ولا بتطلع قدامي فجأة بطلبات ما بتخلص، واهم شغلة عندهم انهم ما بيحكوا. ايه صح. خليني قلك شو رح نعمل بالايام الستة الجايين. اول شغلة رح نعملها، انت رح تاخدني وتعرفني على كل شيء بهالمزرعة. تاني شغلة أنا رح أعرفك على كل رفقاتي. وأكيد هون في مناطق. صباح الخير عم حمزة. صباح النور يا آنسة. أنا قلت لك بلا آنسة. وجودك هون بهالمكان غير كل شي، خليتينا نتعلم شلون نضحك. لسه ما صار شي. صدقيني اللي عملتي هون بيومين أنا بشوفه شغلة كبيرة. عمي حمزة، قلي ليش يا مان قاسي كل هالقد؟ يا ريتك عرفتي قبل سنتين، بس كان بيحب الناس كتير وقلبه ولا أطيب من هيك، كان شخص مختلف عن يمانيا اللي بتعرفيه هلأ. بصراحة هو لهلأ قلبه طيب، بس شوفي هو من بعد هداك اليوم صار شخص تاني مختلف. أي يوم؟ أنا صاير عم بحكي زيادة. عمي حمزة، اللي بهاليوم شو صار؟ بصراحة أنا ما فيني إليك هالشي هلا. هو إذا حبي يقلك يقلك، بس بأكد لك إنه الشخص القاسي اللي شايفتيه بالحقيقة ولا أطيب من قلبه. يا ريت تقدري ترجعي يمان لطبيعته يا بنتي. نفس، ضلي زوريني. طبعا رح أجي بشوفكن. اللي عملناه شو اسمه؟ نحن اللي عم نموت من قله حب الأطفال، أما الناس اللي حابين يموتوا حالهم مثلك يبدو بيسموه شي تاني. طلع، كل الأطفال اللي قدامك عم يدوروا على الأمل ليعيشوا، وأنت صرت جزء من أملهم. بعد ما زرتهم صار عندهم أمل ترجع تجي وتلعب معهم. رح يقضوا الأسبوع بشكل حلو كتير، ولا كأنهم مريضين أو عم يستنوا يومهم الأخير. طلع فيهم، هدول الأطفال عم يعيشوا ألم كبير نحنا ما فينا نتحمله، وبسببهم هن. شو صار لك؟ فيكي شي؟ لا، ضغط شوي بس. يلا نروح.
رح يجي اليوم يلي يجي فيها التليفون. أنا متأكد إنه هالشي رح يصير، وقصة غسيل الكلية رح تخلص، وبوقتها كمل. شو رح يصير بس تخلص غسيل الكلية؟ في بنت رح اعترف لها بحبي. يعني حابب وما في حدا قدك، ما هيك؟ بالتوفيق. طيب هي البنت ما بتعرف إنه أنت بتحبها؟ لا تاكل هم القصة، ماشي؟ بكرة أول ما تبطل غسيل كلية بتقدر تعترف لها بهالشي. دايماً في أمل، لا تخاف من أي شي. وهلأ رح أحكي لك قصة صارت معي مستحيل إنك تصدقها لأنه ما بتتصدق. كان في بنت بحبها قبل ما أمرض وأعمل عملية، كنت مفكرها نسيتني. الصدفة رجعت جماعتنا مع بعض وطلعت لساتها بتحبني. أنا ما عرفت شو إلا بالأول، بصراحة خجلت كتير. قلت لها ما بقدر أنجب وهي ما فرقت مع القصة. قالت بلا الأولاد لأنه لسه بتحبني، ولهيك هي رح تضحي كرمالي، وهذا اللي بيسموه حب حقيقي. اسمع، الدنيا ما ممكن توقف عند أي قصة. مجرد أنك تقاوم ظروفها رح تستسلم إلك، ورح تاخد شو ما بدك منها، ورح تحقق أحلامك. وقصتي أكبر مثال، بس طبعاً نحن ما فينا نجيب أولاد، بس رح نعيش السعادة حتى لو في شغلة ناقصتنا. في سعادة رح نعيشها. بإيدي هدول تلت أهلي، غلطت غلطة وماتوا من وراها، وبدل ما أنا أدفع الثمن هن اللي دفعوه وماتوا. ليش ما رحت على اليسار يا ابني؟ اجيت من طريق مختصر بابا، أكيد هلأ زحمة ونحن متأخرين على موعدنا. طيب ماشي، ارتاح بابا لا تضل مستنفر، وانت كمان ماما نعمي شوي. طلع قدامك شو أنا الوحيد اللي ضليت عايش بوقتها. أمي يا ناس حدا يساعدنا. ببساطة أنا اللي غيرت الطريق. لا هيك هذا الذنب ذنبي. هذا الذنب مو ذنبك، وهالشي متأكدة منه. بلا ذنبي، كل الحق علي، قراري هو اللي قتلهم، كنت السبب بموتهم. أنا قتلت اللي جابوني على هاي الدنيا، لهيك مو من حقي إنه عيش. أنت ما كنت بتقصد، هذا حادث. شو الفرق هلأ؟ ها؟ برأيك تغير الواقع؟ طبعاً تغير، نحن بشر ومنغلط، مندفع الثمن غالي أحياناً، بس بالواقع نحن البشر هيك. ممكن تكون غلطت، صح؟ ايه بس لسه إلك الحق بإنك تكمل حياتك. شوفي، يمكن صعب تحسي أنا بشو عم حس، لسه إلي حقوق؟
طبعا حقك تكمل، حتى انك مجبور. انت دفعت اغلى ثمن على هالغلطه، بس برايي انك عم تظلم حالك. طلع، اليوم خطيت اول خطوه. ما كنت عم تحكي لي شيء، انك تقلي هالشي شغله عظيمه. انا نجحت، مو مصدقه. النار. سيفينش، لا تخافي، هي منيحة. بعرف اليوم حكينا سوا. لكن ليش هيك زعلانة؟ قديش رح نبقى بهالوضع؟ قديش رح نعدي الأيام؟ قديش رح نقدر نتحمل؟ إذا بصير لها شيء أنا رح أموت من بعدها. يا ريت لو في عنا حل. يا ريت. أصعب شغلي بهالدنيا ألم الأب والأم على أولاده. كتير صعب، كتير. كل شي جاهز؟ هلا بس نحطه بالصندوق كل شي رح يكون جاهز. حلو. اليوم بقى لوين اخدتيني؟ رح اخدك على مكان بجنن. يلا يلا. انا ما بسوق سيارة. ولأمتى هاد الشي؟ لآخر عمري. لا، طيب موتورك بتسوقه؟ طبعا بس لحالي بكون، على الأقل بتقل نسبة إني أذي شي حدا. يلا خلينا نروح. تكينة. شو صار لك أنت؟ آسف، مو قصدي. أنت اللي جبرتيني أتصرف بهالطريقة. طيب مو مشكلة، إذا زعلان علي عن جد خلينا نمشي. هو أنا اللي بسوق. وجعتي لي قلبي، ما عاد قلك شي بنوب. طيب يلا يا معلم سوقي. انت كيف هيك مانك سائلة بالمرة؟ الأمراض الصعبة بتعلمنا شغلات كتيرة. بدل ما عيش بالخوف وموت ألف مرة، بنسى القصة وبعيش كل لحظة بلحظتها. الإنسان ما بيعرف قيمة الشغلة لحتى يفقدها. يمكن لو ما كنت مريضة هالقد ما كنت عرفت شو قيمة الوقت الحقيقية. المرض على قد ما نو سلبي على قد ما نو إيجابي. وعلى فكرة أنت محظوظ كتير إنك بقيت عايش بعد يلي عملته. قلتي لي محظوظ؟ كان الأحسن لي إني موت. عم تظلم حالك. المشكلة متأكد إنه إحساسي بالذنب على طول رح يضل مرافقني. لا تقول هيك. شو بدك قلك؟ الوقت ما بينسيني إذا ما كان العكس. وجعي عم يزيد يوم عن يوم، كل ما بقول نسيت الذاكرة عم ترجع بشكل أقوى. أنا كتير موجوع.
عن جد خفت. بعرف مو مصدق امتى رح تخلص مني، بس لا تخاف، خلص الاسبوع. اليوم اخر يوم، بكره رح امشي من هون. بس قبل ما امشي عندي طلب اخير، يا ريت تجي على العنوان اللي مكتوب الساعه 5، ويا ريت ما تتاخر. اذا ما اجيت كتير رح ازعل منك. بتصور صرت تعرف اذا زعلت شو ممكن اعمل. انا عم بستنى. شاطر العصر كتير. شطورة حبيبتي بنتي مميزة. يعطيك العافية. حلو كتير. أهلا وسهلا. عزفك كتير حلو نفس. يعني عجبني طبعا، كتير عجبني هذا الشاب نفسه. أنا ماني عم جميل. طيب أنت شايف مثل ما أنا شايفة؟ بس ما كنت بعرف أنك تعزفي. من وين رح تعرف أستاذ يمان؟ ما عطيتني فرصة لأحكي لك. أي فعلا معك حق، أنا آسف بعتذر. من أمتى بتعزفي؟ أنا تقريبا بلشت بالعزف من أول ما وعيت، وحبيت التشيلو أكتر لما صار رفيقي بفترة مرضي. المهم، وأخيرا خلصنا هالأسبوع، يعني صار فيك تاخد راحتك. هلأ ما عاد في حدا ينق على راسك ويضل عم يزعجك طول الوقت. أول شغلة، كتير فرحانة لأنكم ما تركتوني بهاليوم المميز لوحدي. شكراً لوجودكم. الرسالة بهذا اليوم هي إنه الإنسان ما بيقدر يصمد قدام الحب الحقيقي قد ما حاول إنه يهرب. أحياناً الحب ممكن يقتلنا من الشوق، وأحياناً الحب ممكن يعمل المستحيل ويحيينا من جديد. جدي السيد عاكف وستي صفية قصة حب ما ممكن تنتهي. نفس، ليش طلعتي لبرا؟
مثل ما وعدتك. بدي روح. طيب اسمعي، لا لا تقول يا ما، أنا بحبك كتير. يمان شو صاير؟ ليش هيك زعلان؟ خلص الأسبوع وراحت. وانت خليتها تروح؟ شو كان فيني أعمل؟ إلا لا تروحي، انت كان فيك تمنعها لو بدك، ما كنت سمحت لها تروح. شو صار لك يا ابني؟ انت لو ما بدك اياها تمشي كنت لقيت طريقة لتبقى معك. طيب وأنا شو بقدر أقدم لها؟ الحياة. أنت فيك تساعدها لهالإنسانة، أكيد القدر ما جابها لعندك بدون أسباب. القدر عم يقلك إنها إلك، أنت بتعرف إنها قدرك. البنت مريضة وبالآخر رح تموت، رح أخسرها، وأنا ما عدت متحمل أخسر أي حدا. مشان هيك قوم الحق وحكيها قبل ما تروح من إيدك، أوعك تخسرها، هي آخر فرصة. يمان ليش تأخرت هالقد؟ توقعت جيتك، هي فوق. ماشي شكرا خالتي. بتلاقيها بأول غرفة اللي قدام الدرج. شو جابك لهون؟ اللي جابني لهون واضح كتير برأيي. بظن الأوضح أنه ما بدي هذا الشيء. يبدو لازم قلك ياها بوشك. ممتاز، أنا أجيت لهون لحتى تقولي اللي بدك ياها بوشي. حلو، أنا ما بدي نكفي. فهمان عليكي، لا تعملي هيك، بكفي بقى. طالما فهمان وبتعرف كل القصة ليش أجيت؟ امشي لو سمحت. على فكرة أنت طلعتي بنت جبانة كتير، أبداً مانك قوية مثل ما قدمتي حالك. يلا روح من هون، ماني رايح. قولي واعملي شو ما بدك، أنا ما رح أتخلى عنك، ومين العنيد هلأ منشوف. أنا ما بقدر. لك ليش؟ لأنه رح موت عن قريب. أنا رح موت يا مان، وما فيني عزبك معي. شو جابك؟ أنا كنت عايشة حياتي مثل ما هي، كنت متقبلة كل شيء، ليش طلعت لي؟ أنت اللي طلعتي لي يا بنت. أنا كنت حابة ساعدك مو أكتر، أبداً ما تخيلت نوصل لهالشي. طيب ووصلنا. فهم علي، أنا كل ما تعلقت بأمور بهالدنيا رح تصير قصتي أصعب علي. أول مرة بحس أني مو مسيطرة على حالي،
عملت شغلات بعرف إنه مو لازم أعملها لحتى وصلنا لهون، بس ما فيني كفي بهالقصة. يا مان أنا هيك قدري، ما رح يتغير. أنت ببساطة خايفة من حالك ومن مشاعرك، وخايفة من اللي حاسستيه، وجاي عم تربطيها هلأ بالقدر. ليش؟ مو قلتي لي مرة ترك كل شي وراك؟ وأنا كرمالك عملت هيك. نحن عم نبالغ بالخوف لحتى نصدق إنه الواقع ما ممكن يتغير. مو هيك كان كلامك ولا نسيتي؟ أنت اللي قلتي إنه الواقع بيتغير، وقلتي نحن منختاره ومنحدد كل مجرياته. بس في قدر ما منقدر إنه نغيره. صدقني أنا ما عندي حل. لو سمحت يلا روح بقى. اسمعيني لو سمحتي. روح. أنت غلطتي بتصرفك، حتى أنت أمي. ليش ما عم تقدروا تفهموني؟ أنا فهمانتك بنتي، أنا بس بدي منك تشوفي نص الكأس المليان. جتك فرصة لتكوني سعيدة وأنت مانك عم ترضي تعيشي هالفرصة لتكوني أنت وياه سوا. أمي ما في مهرب، بالآخر رح موت. ما حدا فينا رح يهرب من الموت، بس أنا وضعي غير الباقي. أنا مو شايفة هيك بنتي. أنت أول ما خلقتي الدكاترة قالوا لي بصراحة إنه ما أتأمل تعيشي، حتى قالوا لي الأفضل إنه أجيب ولد تاني. أنا ما قدرت أتخلى عنك ولا حتى فكرت بولد تاني. تعرفي ليش؟ لأني بنتك أمي. إيه بنتي وحبيبتي، بس مو السبب الوحيد. لأنه الحقيقة نحن ما منعرف أعمارنا ولا منعرف إمتى بدنا نموت ولا حتى كيف. يعني لو جبت طفل غيرك كان فيني أضمن أنه رح يعيش قدك؟ صدقيني بنتي، كل حدا في إله يوم. كل نفس بتتنفسي هو أمل إلنا. لا تيأسي، عيشي اللحظة، لا تضيعي عمرك. مين من الناس بيقدر يضمن استمرار حياته للشخص يلي بيحبه؟ طالما قلبك عم ينبض معناها إلك حق بالحب. قضيتي عمرك عم تعطي أمل للعالم وأنت كمان بحاجة لهالأمل. ليش لا تحرمي حالك من شي دائماً عم تحاولي إنك تعطيه لغيرك؟ آه كوني قوية. أنا بحبك. وأنا كمان بحبك أكتر يا نور عيوني. لا تتركيني بترجاكي. Shema.
durur zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa منك شغلة. بدي اياك توعدني انك تبقى منيح بعد ما اموت. اذا ما بتوعدني انك تبقى بخير انا رح امشي هلا فورا وما بقى تشوفني شو ما صار. أما إذا بتوعدني إذا بتوعدني أنا رح أوعدك إني ما رح أتركك لحتى أموت. شو بتوعدني؟ بوعدك عشقنا المساء كنت مفكرتك واحد عديم المشاعر. أنا كثير متفاجأة. بتعرفي شغلة؟ أنت أجمل بنت بالعالم وأنا مجنون فيكي. بعرف أنك عم تجاملني، مو مصدقة. مو مجاملة، أنت حلوة وعندك أطيب قلب عرفته بهالدنيا. على فكرة أنت قدرتي تغيري لي وجهة نظري بالحياة. يا ريت تضل هيك على طول. رح ينزل مطر، خلينا نفوت. يلا. يي شو هالجو؟ برد كتير. هلا بتدفي. قديش عندك برد؟ شكرا.
حلو هالمكان على فكرة، أول مرة بزوره، منيح إنه إجينا. بس ليش جبتني لهون؟ أعدي كثير في حزن بمحطات القطار، لأنه الانتظار والفراق حالتين بيصيروا فيها، والحالتين كثير بيزعلوا. كنت إجي على المحطة كل ما أحس بالوحدة، يمكن كنت بتمني يكون حدا جاي لعندي، مع أني بعرف أنه ما حدا جاي، ويمكن كنت عم استنى أهلي. بالمحطة بيلتقي اللي جاي واللي عم يستنى، وهلأ اجت اللي أنا استنيتها، وهي أنت يا بنت. أنا آخر همي شو رح يصير وقديش منعيش، المهم إني أعيش معك لآخر لحظة. تقبلي إني أتزوجك؟ كان بدك تساعديني وتقويني، وقدرتي بعنادك تحققي هالشي. إذا كان حلم ما بدي إياه يخلص. أنت رجعتي لي عمر مفقود، ويمكن بدونك أرجع ضيعه. لازم اقول لك شغله نفس فيي، تعمل كل شيء لحتى تقنعك باللي بدي اياه. انت بس تطلع على نظراتها، بهي النظرات قدرت تضحك علينا كل هي السنين. انتبه لا تصدق كثيرها. شكرا على هالحكي. شو القصه بابا؟ صاير من طرفه؟ لا بس انا كان قصدي اعرف اذا كان هو رح يقدر لك، ولا حيكون مثلنا وحينفذ بس. بس أنا كنت عم أعطي شوية نصايح. لا تخاف، أنا حفظت النصايح كلياتها. على ما يبدو أنه الرجال اتفقوا علينا اليوم يا نفس. طالما هيك من واجبي أني وقف مع بنتي، وأنتوا بتعرفوا قد ما أعطيتوا النصايح لبعضكم، وحتى لو شو ما عملتوا النسوان ولا حدا بيوقف في وشهم. مزبوط ابني، في عندهم طرق بيخلونا نعمل مثل ما بدهم. صح. الأحسن إنك تتعود. ها رح بلش من هلا. بنتي قد حالها. لا تخاف علي، رح عوده. أهلا وسهلا. أوف، أنا نسيت قصة فستان العرس، إمتى رح قيسه؟ الساعة 2 بنتي. بدك اجي اخده؟ لا امي لا تتعذبي، رح اجي انا ويمان. طيب ماشي، انا عم بستناكم، لا تتاخروا علي. طيب انا رح سكر هلا. افتحي لي. يعني ما رح تفتحي؟ ما رح افتح. أمم
برأيي اطلب بيتزا، لأنه حسب ريحة الطبخ بظن ما رح ناكل. حبيبتي لو سمحت. تفضل استنى برا، ما بصير تبقى هون. رح تصحى معي. اذا بدك تطلع لبرا حبيبتي. استنى برا لو حبيبتي. سمحت. بعدي لي شوي، اعطيني عنك، هاتي بسرعه. طمنيني دكتوره، هذا الشيء متوقع يصير معه. انا خبرت اهلها ليجوا هن هلا على الطريق. طيب ما في شيء نعمله هلا، قصدي شبك، اعمل لي اي شيء. اهدى، نحن عملنا كل شيء بيطلع بايدنا، لو فينا نعمل اكثر ما منقصر. اهدى. آسفه كتير لأني نزعت الطبخ. إذا كنتي مفكرة أنك تمرقية بهالكلمتين فغلطانة كتير يا روحي. أنا ما كنت متوقعة تكون بلا ضمير لهالدرجة أستاذ يمان، وحضرتك كيف بترضى قلي لشوف؟ لما المستحيل بيتحقق. كنت مفكرة أني الوحيدة اللي بصدق هالشغلات هدول. أنا رح أعمل كل شيء لحتى أحقق المستحيل. أنت حققته أصلاً. مرحبا. يا عمري. كيف صرتي هلأ؟ طمنيني بنتي. منيحة. أكيد صرتي منيحة. إيه أمي. يا أميرتي شو كل هالحلاوة؟ كأنه كبرتي بسرعة. ليكك هي صرتي عروس. لسه متذكر أول كلمة قلتيها وأول خطوة مشيتيها. وهلأ رح تمشي من هون، بس أكيد ما رح تنسينا. ما لما تحتاجي لأبوكي رح تلاقي جنبك. يا روحي. ديري بالك على حالك. إيه؟ قضيت كل هالسنين وأنا خايفة ودع بنتي وأخسرها. أنت عملت شي رائع، بنتي صارت عروس ورح تطلع من هون بالفستان الأبيض. يا ابني أنا محظوظة فيك. خليني أحضنك. يلا.
ألف مبروك. تقبليه زوج لإلك؟ إيه بقبل. وأنت يا يمان بتقبلها زوجة لإلك؟ طبعا بقبل. تفضلي. ألف مبروك. لابين لبعضهم. حلوين مع بعضهم. ألف مبروك. مبروك. طيبة كتير. إذا بتسمحوا أنا حابب أقول شيء لشريكة عمري. بهذا اليوم نحن عم نثبت إنه وقت يتحدوا قلبين ضعاف والحب بيربطهم وبيعملن قلب واحد فرح نقدر ننجح بكل شيء بهالدنيا. وبوعدك قدام كل اللي إجوا لحتى يباركوا لنا إنه رح أبقى حبك كل العمر أكتر من أي شيء تاني. وكمان رح أوعدك إني رح كون قد أحلامك ورح روح وراها وين ما بدك ورح نحققها. بحبك كتير يا روحي وبدي تضلي معي. تتهنوا يا عسل. ألف مبروك. ألف مبروك. تتهنوا. فرحت له من جوا. لا ليش ما فرحت له؟ مثل العصافير. بعد فترة عرضت عليها الزواج وببساطة قامت وافقت وأنا تلبكت كتير. ووقتها صرت أتذكر الحديث اللي صار بيناتنا قدام الكل. عم قال له الدبدوب أنا معك لك. وأنت جرب تعمل مثله كمان؟ صار يعمل هو هو. تعرف الدبدوب شو قال له؟ ما بيصير تغش يا مان. خلص طلع لهنيك. وهلأ أنا خلصت. حبيبتي يا روحي وينك؟ عاملة حالك غثيانة مو هيك؟ يلا فيقي بقى أنا أجيت. نفس 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 نفس
مرحبا. خوفتيني عليك كتير. لا تخاف، أنا منيحة. طبعا منيحة. شو هذا الشيء؟ هذا الشيء رح يساعدك لتتحسني. عم يقولوا رح نضل هون فترة. لا لا بابا. شو بدك حياتي؟ بابا نحن حكينا كتير، أنا قلت لك ما بدي هاي الآلات نهائيا وأنت وعدتني. بس هالقرار ما عاد عند أبوكي ولا حتى عندك. طيب يا ما، إذا بدك ياني أوفي بوعدي إليك، المفروض تحاربي لآخر لحظة حبيبتي. مو مسموح إليك إنك تستسلمي أبدا. أنت اللي علمتيني هذا الشيء، لأنه أنت اللي كنت تقولي طالما عم نتنفس معناتها في أمل. لا يا ما، ما بدي أموت وأنا بهالتخت مربوطة بكل هاي الأجهزة. هذا الشيء ما راح يصير. إيه؟ بوعدك يا روحي، أوعى تخافي. إيه؟ رح تقاومي لآخر لحظة. مو بس من شانك، من شاننا نحن أنا وياكي. طيب لآخر لحظة بوعدك إني رح قاوي. للأسف وصلنا لآخر الطريق. بعد هالمرحلة ما عاد فينا نعمل شيء. الأجهزة هي الوحيدة اللي ممكن تساعدها. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه لحتى ترتاح، بس من هاللحظة للأسف لازم كلنا نكون مستعدين لأي شيء. يا حلوة، انت فائت اميرتي الحلوة. حبيبتي الحلوة فتحت عيونها وعرفت انه نحن كلنا مشتاقين. يا روحي بنتي الحلوة، يا روحي لا تخافي رح تتحسني. ماشي يا روحي، لا تخافي من شي. ليلي برداني؟ أكيد يا روحي. طيب أعمل لك شي؟ بدك شي؟
عن جد هالشاب أبداً مانو طبيعي، شكلي كتير رح أتعذب معه. أنا ما كنت متوقعته شرير كل هالقد، كتير نفسية وما بيتحاكى، كيف رح خليه يحكي؟ شو هالشاب هاد؟ أخيراً اليوم ابتسم، بصراحة طلعت ضحكته حلوة كتير وبتجنن. لك شو عم تحكي أنتي؟ لا تبالغي كتير يا بنت، خايفة كتير إنه يمان يعمل بحاله شي، بتمنى ما يتهور أبداً. اليوم اعترف لي إنه بيحبني، لو بيعرف قديش بحبه من أول ما ضحك. كانت أصعب لحظة لما تركت بيته، يمكن لو تودعنا ما كنت رحت. شو رح أعمل بهالقصة؟ كيف رح أقدر ضل بعيدة؟ وأخيراً حسيت بالسعادة، أول مرة بحس إنه قلبي عم ينبض فعلاً. يا ريت لو في وقت كتير، مين بيعرف؟ يمكن كنا منقدر نجيب ولد ويكون بيشبه أبوه. كنت مفكرة حالي جاهزة للنهاية، بس لا، أنا ما بدي موت، ما بدي هالقصة تخلص. حب يضل جنبه، حب يشوفه ختيار وهو كمان يشوفني ختيارة. شكلي ما رح أتحمل أكتر، يا ريت لو في حل. بعرف إنه هي أنانية، بس يا ترى معقول يحب شي بنت بعدي؟ أنا ما بدي إياه يحب، ما بدي يحب. معقول يشوفها مثل ما عم يشوفني؟ خلاص ما بدي أفكر بهالشي. شو وينه يا مان؟ يا مان وينك انت؟ ليش مانك جنبي؟ انا عم حارب لسه، عم اوفي بوعدي مثل ما قلت لي مشان اتنيناتنا، بس ما عاد عم اتحمل هالشي. ما بدي موت قبل ما اشوفك، قلبي ما عاد عم يتحمل. يا دوب تلحقه. بلا رح لحقه، أكيد رح لحقه حبيبتي. وبوعدك إني رح لحقه. نفس خلص وعدني حبيبتي. حبيبتي حبيبتي نفس بنتي. نفس حبيبتي، ساعدوني ساعدوني بنتي. حدا ساعدنا، ساعدونا ساعدونا خلونا نجرب مرة تانية يا شباب. دكتور بترجاك، دكتور
أنا بتبرع بكل أعضائي وبتعطوا قلبي لمرتي اللي عم تموت وبتقولوا لها إني لحقته. وأخيراً اتحقق اللي ناطرينه بنتي. في شاب توفى من شوي وكان طالب إنه يتبرع بكل أعضائه. رح نعطيك قلبه ورح تصيري منيحة. والأهم من هذا الشيء كله بنتي إنه في تطابق. هلأ رح يعملوا لك العملية فوراً. لا تخافي يا روحي، رح تصيري منيحة، كوني متأكدة. يا روحي انتي بنتي الحلوة، لا تخافي. كان عندي أمل، بعرف إنه بالآخر رح يصير هالشي. خلدون صاير شي؟ الشخص اللي عمل هذا الشيء هو يمان. يمان؟ كيف يعني؟ ما فهمت. لازم حكي يمان وقول له يمان يمان ما بيعرف شو صاير عنا هون. ما أقول، مشغول بالي عليه. لازم أحكي، لازم أحكي وأعرف وينه. وين هو؟ ليش مو أنا معنا؟ وين هو؟ وين؟ لازم دق له يمان. خلدون لا تقلي، لا تحكي شيء. لا خلدون لا تحكي شيء. اوعك تقلي خلدون. يمان أول ما عرفتك عرفت إنه القدر سامحني، وعرفت إنه هو بعتك لعندي لأرتاح وصحح غلطي بطريقة تانية بإني أعطيكي الحياة. أنا ما متت، أنا عايش. أنا كلي لشاب عمره 27 سنة، وشايف الدنيا بعيون طفل لسه عمره 8 سنين. أما قلبي فهو هلأ بالمكان الصح، وأنا بعرف تماماً أنتي شو حاسة هلأ، لأنه القلب اللي بجسمك هو إلي، فأنا بقدر حس بكل شي عم تحسي. أنا حاسس فيكي نفس، كل شي حسيتيه من قبل ولا شي قدام إحساسك هلأ. بعرف شوفي رح تصعب عليك الدنيا شوي، ورح تحسي حالك إنك عم تختنقي، والناس رح تقلك إنه القصة قصة وقت، وإنتي ما رح تصدقي كل هذا الحكي. بس مزبوط، كتير رح تفكري بأيامنا سوا وبذكرياتنا مع بعض. ورح تروحي على الأماكن اللي زرناها سوا. لا تروحي لأنه ما رح ترتاحي. رح تهربي من كل حدا بيحاول إنه يطالعك من اللي أنت فيه. رح تعذبي حالك بإيديكي. لا تعملي هيك، رجاءً لا تعملي هيك. وبعرف رح تشتاقي لي، بس أنا قريب قلبك، وبكل مكان أنت فيه تأكدي من هالشي.
بعرف انه كل ما ابتسمتي رح تحسي انك عم تخونيني، مع انه هذا الشيء كثير بفرحني. رغم كل شيء انت رح تعيشي ورح تتنفسي ورح ينبض قلبك من شاننا اثنيناتنا. رح تتحسني مع مرور الوقت. يمكن هلأ مشاعرك تضطرب وما تكوني فهماني شيء، يعني حابة تشكريني وحابة تعصبي علي بنفس الوقت. بلا، لا تعمليها، لا تشكريني ولا تعصبي علي، لأنه قلبي جواتك أول مرة عم ينبض صح. ما كتير مهم قديش منعيش، المهم كيف نعيش. أنا هلأ فهمت هالجملة، وبصراحة أنا هلأ بلشت عيش. لما تعرفت عليكي أخذت الحياة منك، وهلأ صار الوقت لحتى رد الحياة لصاحبتها الحقيقية. أنت اللي خليتي قلبي ينبض من جديد حبيبتي، أنت وبس، وهلأ عم ينبض جواتك. أنا ما رح قلك انتبهي على حالك، بعرف رح تنتبهي علي، لأنه نفس واحد بكفينا اثنيناتنا. Zaman biter günüm, ben neredeyim? Yavaş yavaş batar güneş, hava soğur, sen neredesin? Zaman biter günü.